في 2017 انا وفهد قلنا اسمع، اللي دخلناه السنه الاولى لازم نضربه بعشرة، ويا رب لك الحمد حققناه. 2018 قلنا لازم نضربه في 10، ويا رب لك الحمد ما حققناه بس بالطريق. الانجازات ما تجي الا بعد صراعات، الانجازات اللي تشوفها هي الحين هي نتيجه. فخلال خلال فترات حياتي مريت بمسميات كثيره، المسميات هذه هي نقاط التحول اللي عشتها. مريض السرطان الناس كانت تقول هذا اليوم تقولي المتعافي من السرطان، وهم ما يدرون اني كل يوم لو ازكم اشيل هم، اقول لا يكون جاني المرض مره ثانيه. الناس ما يدرون حجم يعني الألم الداخلي اللي ما نقدر نظهره عشان نحقق الصورة العامة المتوقعة الناس تقبلنا فيها بشكل عام. يعني ما أذكر إلا سالفة المراية اللي كل يوم كنت أناظر في المراية أقول أنا طيب، أنا ما فيني العافية، أنا جسمي زين، أنا صحتي زينة، ربي خلقني بأحسن حالة، أنا شعري مو بطايح، وأنا أدري أن شعري قاعد يطيح أصلاً. وهذه أبعادها راح تستمر معاي طول العمر إن ربي أعطانا عمر. المرحلة اللي بعدها مرحلة الكرب، ومسمى بائع الكرب السعودي. لما كنت ما أدري شلون أخذ نص دقايق فلوس، أبي أخذ 20 ريال حقت الكرب، بس 20 تراها يا رب، يعني ما تقول لهم 20 خلاص يا جماعة خلوها علي، وأنا بيها هي اللي مخليتني أجلس، واللي كان يجيني بعد يأشر علي من برا شوفوا تعالوا تعالوا شوفوا يا حليلة فتح محل في البر. أنا قاعد أسمع كل هذه الأشياء وكل هذا الكلام وعبي جوا عبي جوا عبي جوا عبي جوا، ما لي إلا حاول أن يطلع بشيء وشو النكاح، لأني شايل هم لو ما قعدت أقدم زيادة وأخطي زيادة وأسعى زيادة بخسر كل الأشياء. بتناظر تقول الناس شوف هذا هو اللي كان يبيع كرب، ولا شوف هذا هو اللي تعبان وكان مريض سرطان. فأنا الحين حطيت لي أهداف صعب تحقيقها ومتحمس إني أحققها. يعني حاط لي أهداف في الجوال، إذا تبي يعني مثال، حطيت لي أهداف 2019، حطيت الفرص والعادات والصفات والأهداف اليومية أبغى أسويها. يعني من الصفات حطيت الخطابة في القاعة، أنا إنسان ما أعرف أتكلم زين، صرت أحاول قد ما أقدر أني أركز على نفسي وعلى رؤيتي وعلى أهدافي اللي قاعد أبنيها، لأني كل يوم ما تتخيل قديش أناظر صور اللي عشتها أمس وأناظر صورة اليوم أقول يا رب لك الحمد اللي بدل لي من حال إلى حال، وأحمد ربي زيادة وأسعى وأدعي ربي إنه اليوم أناظر صورتي يعني أحط طموحي وأحط أبعادي وأهدافي ورؤيتي للمستقبل القريب والبعيد، كل التحولات اللي مرت فيها هذه في النهاية فيه منصور الصعنوني اللي يحاول يسعى ويطمح ليحقق ذا الأشياء. بس أنصحك ما تدخل جوا منصور وتشوف، لأنه مليان تجارب وصراعات وخوف ورهبة، بس كل هذه يا رب لك الحمد ما يمديها تنزل للواقع إلا أنها تعكس شيء إيجابي يحمسني للأفضل.